اهلا وسهلا بحضراتكم. في الفيديو ده هناخد الفيدباك او التقييم بتاع بعض المرضى لتجربتين كنا احنا بدأنا ان احنا نطبقهم باستخدام قطرة الاتروبين المخففة، وهي في السيطرة على تناقص قصر النظر وفي تخفيف اعراض الذبابة الطائرة. وهيطلع لكم دلوقتي الفيديوهين اللي احنا اتكلمنا عنهم عن الموضوع ده. اول حاجه يا جماعه وبدء زي بدء، في ناس كتير بتسالني يا دكتور هل القطرات دي موجوده عندنا في بلدنا ولا لا؟ فانا للاسف ما اعرفش، فانت المفروض تسال وتشوف هل القطره موجوده بتركيزها المخفف ولا مش موجوده. تاني حاجه ان في ناس كتير قوي بتبعت لي بتقول يا دكتور انا جبت القطره بالتركيز اللي موجود في الصيدليه وعايز اجرب ان انا اخدها، رغم ان انا حذرت مره واثنين وثلاثه ان التركيز اللي موجود في الصيدليه بيكون تاثير مركز جدا، فده هيؤدي لاتساع شديد في حدقة العين وزغللة شديدة ومش هيؤدي ان احنا نقدر ناخدها كتير ولا هنستفيد منها حتى. فالتركيز اللي هو 5% 1% و2% ده تركيز كبير، احنا عايزين 1 من 100%، اسمها اتروبين 1 من 100%. وانا لما بدأت اجرب على الموضوع ده، لو فاكرين كان في فيديو بشكر دكتور اطفال لانه اكتشف ان في بنت صغيرة عندها نقص في النظر وكان في فرق كبير ما بينها وما بين العين التانية. الطفلة دي اهلها كانوا اتفرجوا على الفيديو وقالوا ان احنا عايزين ان احنا نطبق الموضوع ده، وانا اديتهم القطرة خدوها لمدة سنة بدون ما وقفوا خالص بدون كسل، وجات لي بعد سنة وكانت المفاجأة الحلوة، ودي كانت الطفلة الوحيدة اللي انا كتبت لها القطرة ورجعت لي مرة تانية ان المقاس كان ثابت بنسبة 100%، ما حصلش انخفاض ربع درجة في المقاس لمدة سنة. وانا قلت لهم ان احنا هنكمل بيها 6 شهور كمان وبعد كده هنوقفها. بالنسبة لموضوع الذبابة الطائرة، القطرة يا جماعة في ناس كتير هجمتني، في دكاترة عيون هجموني، فأنا بفخر بيكم ان انتوا عندكم معلومات ممكن تفوق دكاترة عيون. دي كانت تجربة، اللي هيهاجمني دي تجربة معمولة، وللأسف في دكتور في التعليقات دخل هاجمني وقال لي القطرة اللي انت بتاخدها ودي هتأذي العين ومش هتأذي العين والكلام ده. هو مش عارف ان احنا بنقول ان احنا مش هناخد القطرة غير لما يكون المريض اساسا كشف واستبعد ان الذبابة الطائرة دي بسبب مثلا مشاكل في السكر، بسبب نزيف الشبكية، بسبب بدايات مشاكل زي انفصال شبكية، فاحنا بنديها في الناس الطبيعية ودول اغلب الناس على فكرة. والقطرة مش بتعمل اي حاجة خالص، ولا بتأثر في تكوين العين ولا بتعمل اي حاجة، ده هي بتوسع الحدقة اتساع بسيط. الاتساع البسيط اللي موجود في الحدقة ده بيخلي الخيال بتاع الذبابة الطائرة ما يبقاش موجود بصورة كبيرة. اعتقدش ان في حد في مصر كلها طبق التجربة دي بخلاف الناس اللي انا وجهتهم ان احنا نعمل الموضوع ده. وانا جالي كذا حد ما يعني اللي رجعوا لي تاني بالفيدباك بتاعهم او بنتائج التجربة بتاعتهم. 2 من 3 اللي كلموني قالوا لي ان حصل تغير الحمد لله والحدة بتاعت الذبابة ما بقتش موجودة قوي رغم ان في شوية زغللة. واحد قال لي ان انا ما حسيتش بفرق. طيب الاثنين اللي قال لي ما حسيتش بفرق ده قلت له خلاص وقفها ما دام هي ما حسيناش بفرق. الاثنين بقى اللي رجعوا لي وقالوا لي ان الدنيا يا دكتور بقت احسن شويه بس في زغلله. قلت لهم دلوقتي ان احنا لازم نوازن ما بين حاجتين، الحاجه الاولانيه ان ايه كميه الضيق اللي كان بيضايقك من موضوع الذبابه، والحاجه الثانيه نسبه الزغلله اللي احنا اللي موجوده عندنا. لا والله إيه، انا ارتحت بصوره كبيره ونسبه الزغلله دي انا قادر ان انا اتحكم فيها وقادر ان انا استحملها فما فيش مشكله ان احنا ناخدها. والله لو الزغلله شديده قوي احنا ممكن ان احنا نخفف حتى من حدة القطرة فاخدها قبل ما انام مثلا بساعة او ساعتين بحيث لما اصحى تاني يوم الاقي ان الموضوع خفيف. كمان مش لازم ان انا اخدها في كل الاوقات، اخدها بس لو في يوم انا خارج فيه بره، ولما اخرج بره مثلا في شمس كبيرة الشمس هتخلي حدقة العين تضيق فهتخلي الخيال بتاع الذبابة كبير. فبس كان ده الفيدباك المبدئي بتاع استخدام قطرة الاتروبين المخففة في علاج او اسف في السيطرة على مرض قصر النظر وفي موضوع الذبابة الطائرة. تنويه تاني، في ناس بتكلمني بتقول يا دكتور انا ابني مثلا عنده درجة او درجتين وعايز ان انا استخدم القطرة دي. ما اعتقدش ان واحد عنده درجة او درجتين او مقاسات بسيطة هيستفيد قوي زي واحد مثلا عنده مقاسات كبيرة او واحد بيحصل له قفزات كبيرة في المقاس. الناس دول الاطفال دول اللي احنا ممكن نقول ان احنا لما اديناهم القطرة ان شاء الله مش هيحصل لهم مشكلة، والتعب اللي انا هتعبه باذن الله هلاقي منه بإذن الله نتيجة. بس طفل عنده درجة درجتين أقصى حاجة هيوصل لها 2.5 3، ليه أعذبه لمدة سنة سنتين وأعذب نفسي وأفضل أخد في القطرة كل يوم كل يوم أجازة دراسة تمرين مصيف؟ لا، خلينا نسيب الموضوع ده للناس اللي ينطبق عليهم الشروط، وهيطلع لكم الفيديوهات سواء في الديسكريبشن أو تطلع لكم فوق أو في نهاية الفيديو عشان ترجعوا تشوفوها مرة تانية. كان معكم دكتور محمد جودة، أتمنى أشوفكم في صحة وعافية يا رب، مع السلامة.